نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تاريخية على صعيد الفوز ببطولة الدوري في ثلاثة مواسم متتالية في 2007. ركلة جزاء ستنفذ، ياسين إبراهيمي على التنفيذ، هنا ياسين، يمينية، جول جول، هو الهدف. فلا غرابة، فكيف يضيع؟ لا ابدا ابدا، لن يضيع. لا، روحي ضربة ركنية، روحي ضربة ركنية. علي يوسف المساكني نجم الترجي التونسي والدحيل واوبن البلجيكي، تعود ثاني، ضغط من النادي العربي، يقترب من التسجيل يبدو ذلك. هل يسمح الغرافة؟ تصويبة، الله 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 الله، السومة عاد، السومة عاد، وأي عودة؟ لسه بقول يبدو أنه اقترب من التسجيل إلا وسجل السومة. الله 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 الله، ثقة في النفس، إحساس بالمكان، متعود دايما على التعامل بهذا الشكل. طلع فوق ما استنهاش عشان تنزل، طلع خدها على الصدر وهي نازلة. يعني الفريق كله بيلعب في حوالي 28 ياردة 26 ياردة، هيبقى دفاع كومباكت مضغوط بنسبة كبيرة. المساكني يغير اتجاه اللعب، اتضغط عليه عبد الله معرفي، وادي العرضية جميلة جميلة جميلة، ولكن يا بولايا بولايا بعرض الملعب، فرجاني ساسي، يا عيني يا عيني يا ساسي عظيم، وادي العرضية، ولكن على طول انقاذ ساسي. الساسي بيلعب باربع عيون، وساسي لا 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 لا، ما هذا الساسي العجيب، ما هذا الساسي العجيب، انه ساسي يا سادة، انه ساسي يا سادة، والله خارق للعادة. وساسي يسجل هدف ثاني، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الساسي العظيم، والعظمة لله يا ولدي. ادي سر الختم، مع سر ومفتاح هذه الهجمة، اتلعبت هذه اللقطة، وفرجاني ساسي يسجل هدف ثاني. جميل 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 جميل، روعة 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 روعة. ثبات هذه اللقطة، ايه حكم اللقاء شاف الامور تسير بشكل طبيعي جدا، ولم تؤثر اللعبة لا دي، وده منطقي. الباص الامامي فراتي، باص مقطوع من المساكني، التزم بيجي ناحية يمين لنادي الغرافة وهو بيدافع. تاني على طول فرجاني ساسي، يدخل بقوة أحمد فتحي، تحط على طول ناحية اليمين ماركو فيراتي، من جديد أقصى اليمين. شفنا ماركو فيراتي في برنامج ضفنا مع زميلتنا العزيزة ماريان كاراكالا، وما قاله ماركو فيراتي عن باريس سان جيرمان وعن حضوره إلى قطر. يا ولد يا ديالو يا ولد يا ديالو، لعبت مع اليمين، عندهم ثقة في نفسهم. هو سنغالي، والسنغال كورجية، ساديو ماني قيمة كبيرة، وسيدو كيتي كان رمز عظيم. في نص ملعب أحمد فتحي، استلام بحركة على طول ناصر كلا، المساكني جابها جميلة ناحية اليمين، وادي العرضية، ولكن هو شايط مش عامل أوفر. ترجع تاني المساكني، ياخدها بولايا إلى ياسين إبراهيمي، يراوغ أي حد، يراوغ أي حد، ضغطوا عليه، خدوها خلصوها، والتعادل، ولكن ولكن ضغط نادي الغرافة في الوقت المناسب. ترجع ورا على طول إلى حارس المرمى جاسم الهيل، أوهو، خطأ خطأ، وأي خطأ يا ولد يا جاسم؟ لا يا جاسم، لا لا، مالكش حق، والغرافة لا يرحم، الغرافة لا يتراجع، الغرافة لا 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 لا، لا. ما يقدمه الغرافة هو عمل عظيم، الجنح ورابع أهدافه، وتصبح النتيجة بالثلاثة. الغرافة عنده كلين شيت مباراة واحدة فقط لما فاز على المرخية 2-0، دخل مرمى الغرافة 16 هدف، وده رقم كبير. غير النهاردة فرجاني ساسي، رجل كلاعب ارتكاز ماركو فيراتي، لاعب منتخب إيطاليا اللي اتحرم مع منتخب بلاده. باص الحلو، الله الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا أستاذ، يا عيني يا أستاذ، الله 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 الله، السومة والمساكني عاد إليكم من جديد.
عاد إليكم من جديد الثنائي المنتظر حضوره. السومة يسجل تاني أهدافه في اللقاء، والمسكني يبدع ويقنع ويعملها برجليه وكأنه عاملها بإيديه. الله 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 الله، السوم السومة والمسكني عاد إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد الثنائي المنتظر حضوره. السومة يسجل تاني أهدافه في اللقاء، والمسكني يبدع ويقنع ويعملها برجليه وكأنه عاملها بإيديه، وتصبح النتيجة 3-2. أهداف ممتعة، ولسه القادم أجمل وأكتر في لقاء جميل. المسكني هدف اللي عمله ده هيرجع المسكني نفسيا كتير. 62% سيطرة العربي، يعود العربي، ولكن على طول يعني العربي دخل فيه تب، فعاد الغرافة للخلف من جديد. فراتي هيصوب ولا ايه؟ تعود على طول المسكني، عرضية ولا لمس الكرة الأولانية وخاف من ضربة الجزاء، والمسكني بخبرته لم يهتز، كان في كامل الثقة. رمي تمس لصالح النادي العربي. سعود فتح ليبرو، ادي الكرة العالية فوق، ضربة الرأس يا عيني على المسكني الجميل. الله الله على المسكني. لعيب الغرافة دلوقتي لعبها ودخلت مرمى العربي مباشرة بدون ما تلمس أي حد، لا تحتسب هدف. الضربة الحرة الغير مكلة، فرجاني ساسي، أوهو فراتي إلى السومة، يا عيني يا عيني يا عيني، ضربة جزاء ولا إيه؟ السقوط غريب شوية، السقوط مش طبيعي. لا يا حبيبي، ضربة جزاء، ضربة جزاء يا حبيبي، ضربة جزاء على عبد الله سر الختم، ضربة جزاء لصالح يوسف المسكني. المسكني ابن تونس الخضراء، فرصة لفريق الأحلام بعد ما صنع هدف جميل للسومة. المسكني بالثلاثة، بالثلاثة يعودون، يعودون، وأي عودة، نعم يعود فريق الأحلام لتحقيق الحلم بتكملة. يوسف المسكني يسجل، حطها على يسار حارس المرمى خليفة أبو بكر، أبو بكر بقوة. جاسم جابر، ماركو فيراتي، ماركو فيراتي لما تلعب جنب ميسي ونيمار وزلاتان ابراموفيتش وكافاني، موضوع موضوع كبير وعظيم، وهو واحد من العظماء الحقيقة. على شوط ممتع مثير رائع، 6 أهداف، حتى أن النادي العربي تقدم، حتى نادي الغرافة تقدم 3 من أشبال وناشئين وبراعم النادي العربي، أصبحوا كباتن للنادي العربي من داخل النادي. عودة تاني من جديد، تاني على طول موقف الواحد على واحد. يا سلام على المساكني، تحضر ماركو فيراتي يا لعيب، ولكن الولد تعود من جديد، أقصى اليسار مع الانتشار الحلو. يلا واحد على واحد، بص رايح ازاي، بص النمس، بص النمس، 2 واقفين صح، برافو لعبة الغراف. كيف حريف بيهاجم وحريف بيدافع، الله، برافو جاسم جابر. يوسف المسكني، هلال زود سرعته يوسف، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، ولكن ما راحش على القريب. هناك في فرنسا 30 سنة اللاعب الجزائري رقم 10 مع نادي الغرافة باللون الأصفر. وادي على طول فرجاني ساسي، شاط واحدة في الشوط الأول، جت هدف جميل، ضربة الرأس على طول، أوه يا بولي يا بولي يا بولي، وخطأ كبير من لاعب ممتاز. نعم 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 نعم، خطأ من وسيم قداري، وبولي يستلمها. زعلان، لازال زعلان طبعا، لأنه غلط في الهدف اللي خسران بيه النادي العربي دلوقتي. لعب وسيم قداري، سقوط على الارض لاحد لعيب الغرافه، الحكم يقول يلعب. الهجمه موجوده على طول لصالح نادي العربي، لما كانت مع الغرافه ما بط، فطالما معايا يلا بقى قوم بيها وخلاص. من جديد المسكني عاد اليكم من جديد. العربي لازال مسيطر بنسبه 60% مقابل 40% نادي الغرافه. الغرافه متقدم 4-3، وادي الباص الامامي جامده شويه، كل ده تعب. احمد فتحي ياخدها على طول منه مسكني، أمامية عمر السومة، ولد يا ولد يا ولد يا ولد، برافو الولد. دي عمر السومة النجم السوري الكبير، 19 هدف الموسم الماضي، 2 في هذا اللقاء، 4 أهداف في الدوري. هل التعادل ولا إيه؟ هل التعادل ولا إيه؟ نعم، بوم 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 بوم، هو ده البوم الحقيقي،
هو ده البوم الحقيقي، هو ده عمر السومة الحقيقي. نعم للنجم الكبير، يسجل عمر السومة الهاتريك، واي هاتريك يعود ويعيد العربي الى المباراة. هو ده البوم اللي جاله يوسف المساكني، وادي على طول الاستخلاص الجميل. لعيبة النادي العربي عندهم امكانيات قدرات عالية جدا جدا، لن يختلف عليها احد. المساكني راحت ضاعت قدرات لكن مرتين في ماتش صعب قوي. ادي التصويبة، يا ولد يا ولد يا ولد، يا عين يا عين يا بولايا، فريد فريد وانت فريد، انه فريد من نوعه. نعم بالخمسة، ضربوا بالخمسة. نعم 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 نعم، الغرافة واحلام الفوت تتحقق. مسكني سجل هدف من ضربة جزاء، ضاعت قبل كده ضاعت، لكن ما كل نجوم العالم ضيعوا، لكن هذه المرة المسكني مش ممكن ضاعت برضه. لكن هناك جمهور آخر فرح وسعيد لأن فريقه يقدم مباريات استثنائية. رايح له حبيبه وبلدياته فرجان ساسي، قال له هارد لك يا كبير، أنت نجم كبير ولعيب كبير. ضاعت، نعم ضاعت، وضربة الجزاء ضاعت من المتخصص المساكني، رغم أنه أضاع ولكن القليل جدا 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 من قبل. ونادي الغرافة قدم مباراة كبيرة، لو فاز نقول له مبروك، ولكن النادي العربي لن يستسلم. يوسف المساكني يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. مش ممكن مش ممكن ترتطم في القائم، حتى هذه اللعبة للمساكني ترتطم في القائم. مش عايز، مش عايزة يا يونس يا علي، مش عايزة يا يونس يا علي. لكن العربي عمل ماتش حلو طبعا، مباراة كبيرة طبعا، لقاء متعة حقيقية الحقيقة. أكثر مباراة فيها نسبة أهداف لهذا الموسم. أدي الكرة العرضية، آخر لعبة آخر لعبة، والعملاق العملاق نعم سيدو سانو المدافع من لاعبي الفريقين. في أخطاء، نعم في أخطاء، ويطلق حكم اللقاء عبد الله العزبة صافرة النهاية. وأي نهاية